السلام عليكم. سقطت غوطة دمشق الشرقية أو تكاد بيد النظام السوري وإيران وروسيا، وسط مشهد سوري يتعقد يوما بعد آخر بتعقد مصالح اللاعبين الفاعلين التي تختلط منذ 7 سنين بدماء السوريين. تراجع جديد لقوى الثورة السورية يقابله تقدم للنظام وحلفائه في جنوبي البلاد، بينما يقبض الأمريكيون على مصالحهم في الشرق، وأمم متحدة تؤدي دور مراقب غير فعال لما يجري على الأرض. لكن ماذا بعد ذلك؟ آخر الداخلين على خط النار السورية هي أنقرة، التي أنجزت أخيرا بنجاح عملية غصن الزيتون في عفرين، إنجاز ثمة من يقول إنه قرب تركيا خطوة جديدة نحو صدام مؤجل في منبج مع حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية. نجاح تركي سبقه نجاح روسي في دمشق وحلب وأماكن أخرى، وآخر أمريكي في الرقة وباقي مدن شرقي سوريا. سجل نجاحات إقليمية ودولية يغيب فيه اسم السوريين الذين يبدون كمتابع لا أكثر. في خضم هذه التفاعلات تبدو سوريا في مهب تنافس إقليمي ودولي لا يعرف إلى أين سينتهي بالأزمة السورية ذات السبع العجاف. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من حديث العرب. قبل 7 سنين اندلعت شرارة الثورة السورية من أجل إسقاط نظام الأسد، واليوم وبعد أن جرت دماء السوريين أنهارا في أرضهم خسرت الثورة كثيرا، لكنها لم تنته، وفقد النظام سيطرته على معظم البلاد لكنه لم يسقط، وتغيرت الخارطة السورية كثيرا من جراء صراعات النفوذ المحتدمة بين قوى عدة دولية وإقليمية. الولايات المتحدة وروسيا بوصفهما أبرز المتصارعين على الساحة السورية، تبدو كل منهما منشغلة بتحديد مناطق نفوذها على الأرض وبتوظيف القوى المحلية والإقليمية لتأمين هذا النفوذ. فواشنطن بسطت سيطرتها على مناطق شرقي الفرات الغنية بثرواتها الطبيعية، حيث حقول النفط والغاز والأراضي الزراعية، مستندة في ذلك على تحالفها مع المسلحين الأكراد، تحالف بالطبع يغضب حليفا آخر لأمريكا، إذ ترى تركيا في المسلحين الأكراد في سوريا امتدادا لتنظيم البكاكا المصنف ضمن التنظيمات الإرهابية في تركيا وكثير من الدول. ومن ثم بدأت أنقرة حربها ضد مسلحي الأكراد بالتعاون مع الجيش السوري الحر، في خطوة بدت تحديا لواشنطن التي تظهر تبرمها من العملية العسكرية التركية في محاولة للضغط على أنقرة لوقفها. في المقابل فإن التحالف بين نظام الأسد وروسيا وإيران لا يقل جهدا في توسيعة مناطق نفوذه على حساب فصائل المعارضة التي منيت بخسائر كبيرة في الآونة الأخيرة، لا سيما في الغوطة الشرقية لدمشق. إلا أن هذا التحالف بدوره لا يعكس قدرا كبيرا من التوافق بين أطرافه، فالأسد يسعى إلى البقاء في سدة الحكم، وهو في ذلك يستعين بطهران التي توفر له من الدعم ما يوفر لها تأمين ممرها الاستراتيجي إلى شواطئ البحر المتوسط في لبنان. بينما تفرض روسيا سيطرتها فعليا على المنطقة الساحلية الممتدة من اللاذقية إلى دمشق وتنشر بها قواعدها البحرية والبرية والجوية. يحدث هذا بينما يغيب السوريون عن دائرة الفعل والتأثير فيما يجري على أرضهم، الأمر الذي يثير كثيرا من القلق بشأن بقاء سوريا في المستقبل كدولة موحدة. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو معين نعيم الباحث في الشأن التركي، ورضا بودراع الباحث السياسي، وعبر سكايب من بون نبيل شبيب الكاتب الصحفي. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا معك رضا، روسيا وإيران والنظام تقريبا سيطروا على الغوطة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة في سوريا، الغوطة الآن نتحدث عن جنوب سوريا. في الغرب تركيا تتقدم في عفرين وتل رفعت، ثم بعد ذلك تفكر في منبج نحو الشرق. في الشرق الآن أمريكا تقيم قواعدها وسطوتها ونفوذها. السؤال هو، في ظل هذه التفاعلات، من يقاتل من في سوريا وعلى ماذا؟ نعم، الغوطة على كل حال هي نقطة انعطاف ومرحلة جديدة في الصراع في سوريا. كان قبل ذلك الصراع بالوكالة عن طريق ممولين، أجندة، توظيف داخلي، توظيف خارجي محدود. لكن الغوطة نقلت الصراع كله إلى أنه أصحاب أو أطراف الحرب بالوكالة أصبحوا الآن جيران بين قوسين، يعني
فتخيل أنه البعد الجغرافي الذي كان بين القوى الدولية بين روسيا وأمريكا وإيران وغيرها أصبح الآن تقريبا البعد الجغرافي منعدم، أصبح هناك الهماس. ففعلا الغوطة ستكون منعطف لمرحلة جديدة يكون في الصراع فيها محتدم. الغوطة عنوان لمرحلتين متميزتين تماما، لا من أداء المنظومة الدولية ولا من أداء الثورة السورية. على مستوى أداء الثورة السورية هي عبارة عن انتقال من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة فصائلية ربما إلى مرحلة أخرى قد تكون قائمة على مناطقية، قائمة على معطيات أخرى داخلية بعد تطاحن ومراجعات وكذا. أما تراجعات طبعا هذه المراجعات في الثورة السورية ستكون صحية، سوف تكون قاسية لكنها صحية، سوف تنقل الثورة إلى مستوى آخر من إدارة الصراع. ما هي هذه المراجعات؟ هذه المراجعات حول ثوابت الثورة، حول ثوابت الثورة، حول طريقة أداء الثورة، حول الفصائلية، هل هم الذين تقريبا كانوا هم رأس الحربة في إدارة الصراع في 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 في, في سوريا، الآن الكتلة الشعبية رأت محدودية الأداء في 7 سنوات هذه وأنهم بحاجة إلى أن هم ينتقلوا إلى خيارات جديدة، ولابد من تغيير استراتيجية الأداء في الصراع. أما في قضية المنظومة الدولية فتراجعها هذا ليس صحي، هو تراجعها سقوط مستمر كمهدد وجودي، والدليل أن المجتمع الوستفالي منذ أن قام، النظام الدولي منذ أن قام لم يشعر بتهديد مباشر، سواء على مستوى بنيته الفكرية، سواء على مستوى بنيته الإجرائية، سواء على مستوى بنيته التنظيمية، لم يكن مهددا كما هددته الثورة الشعبية وبالتحديد الثورة السورية. الآن لم يستطيعوا أن يحسموا، يعني قامت الثورة فوقف الأسد بجنوده، وصلوا إلى انسداد، راحوا للتفاوض لم يجدوا حل، دخلت ميليشيات تابعة لإيران لم يجدوا حل، حزب الله وأذرعها، تدخلت إيران بنفسها لم يجدوا حل، ذهبوا إلى التفاوض، هناك انسداد، دخلت روسيا من 2015 تقريبا إلى يومنا هذا ما استطاعت أن تحسم. يا أخي هو يعني أشرس قوة برية في الأرض في في في, في أوروبا وآسيا، لم تستطع أن تحسم في الثورة السورية. الآن يتفاوضون، تخيل إنسان طالب حداد كان جزار مش عارف إيش، الآن جالس يتفاوض مع جنرال روسي يتفاوض يعني. فما يقع من انكسار في أداء الثورة الآن يعتبر ربما انكسار الآن تكتيكي، لكنه استراتيجيا يعتبر انتصارا بكل المقاييس، ممكن أن نستفيد فيه في حلقة أخرى. لكن ما أريد أن أقوله أن الانكسار على مستوى المنظومة الدولية ليس صحيا أبدا، هو تدهور، بدليل ليس أنه صحيا للمنظومة الدولية أبدا إطلاقا، بالعكس هو مؤشر يعني سقوط، وسقوط مدوي على الأرض الآن، كان سقوطا على مستوى القيم، كان سقوطا على مستوى البنية الإجرائية، الآن سقوط على مستوى البنية التنظيمية، بدليل أنه الآن أصبحت بعدما كان الصراع متباعد جغرافيا، متباعد على المستوى يعني الجيوستراتيجي، الآن أصبح تماس تمام، يعني تزاحم على مستوى السماء، تزاحم على مستوى الأرض، وتزاحم على مستوى البحار. ما سوف يقع؟ يوسف يقع هناك تشنجات كبرى، بدليل أنه عندنا الآن أمريكا وروسيا هما راعيان، وعندنا إيران وتركيا هما ضامنان، ثم عندنا كتلة ثلاثية أنشئت لتحقيق توازن مع الوجود الأمريكي على الأرض اللي هي روسيا وإيران وتركيا. يعني هناك أحلاف وتوافقات جديدة دخلت بدون منظومة دولية قائمة تستطيع أن تتحكم وتدير الصراع، فلا مجلس الأمن قادر أنه يفصل، ولا الأمم المتحدة قادرة أنها تشرع المنتصر، ولا أحد قادر أن يخرج بحل، مستحيل. طيب سأعود إليك معذرة، يعني في ظل هذا الذي تحدث عنه رضا معين، يعني تركيا موقفها منذ بدء الثورة السورية اتسم بعنوان واضح وهو دعوة إلى إنشاء مناطق آمنة في سوريا. الآن تركيا دخلت على خط النار، دخلت إلى عفرين ودخلت إلى تل رفعت، وهناك حديث عن أنها تريد الدخول إلى منبج، بعيدا عن منبج سنناقشه بعد ذلك، لكن هل يمكن تفسير السلوك التركي على أنه إنشاء مناطق آمنة بقوة ذاتية؟ وفي الحقيقة المطلب التركي في البداية كان مطلب لحماية المدنيين السوريين من القصف والعنف اللا إنساني الذي كانوا يتعرضون له من الأطراف التي ذكرها الأستاذ، الروسي والنظام والميليشيات المناصرة لهما في داخل الأرض السورية. لكن عندما وصلت النيران إلى أطراف الأراضي التركية تحول هذا المطلب من مطلب إنساني فقط إلى مطلب إنساني وأمن استراتيجي بالنسبة لتركيا. أصبحت تركيا الآن عندما تطالب
في البداية كانت تطالب ولا يسمح ولا يقبل مطلبها ويراوغ فيه، لكن في اللحظة الأخيرة وجدت تركيا أنه لا يحك جلدك غير ظفرك، فانتقلت للتحرك العملي لتمنع وصول النار إلى داخل تركيا. في الأيام الأخيرة قبيل عمليات درع الفرات ثم غصن الزيتون، كانت القذائف من داعش في فترة ثم من ميليشيات الـ YPG أو الـ YPG والـ PYD تصل إلى داخل الأراضي التركية، تقصف المدنيين، تقصف مساجد، تقصف مدارس، تقصف بيوت. فدفع تركيا هذا إلى تتخذ قرارا حاسما بأن تصنع هذه المناطق بالقوة. لكن أيضا في هذه العملية على ما هي بما أنها حماية للأمن التركي، لكنها لم تغفل أيضا المطلب الإنساني. فاليوم كما نرى حتى المنسحبين أو الخارجين من الغوطة الشرقية بعد هذا الصمود الأسطوري، المهجرين بعد هذا الصمود الأسطوري في الغوطة الشرقية، اليوم المناطق التي نظفتها تركيا من الميليشيات المتطرفة بأنواعها المختلفة أصبحت هي أماكن آمنة لهم في داخل سوريا، لا يحتاج إلى الخروج من وطنه على الأقل، وهذا سيسهل عودته بالمناسبة في حال تم حل الأمر أو أي عودة الاستقرار، لأنه المهجر خارج الوطن. واليوم نرى بالمناسبة غدا في ذكرى يوم الأرض نتكلم عن الشأن الفلسطيني في هذه القضية، المهجر الفلسطيني خارج فلسطين أصبحت عودته أكثر تعقيدا من عودة الفلسطيني في داخل الوطن. فالهجرة في داخل الوطن على ما فيها من آلام وعلى ما فيها من مصاعب، لكنها أهون بكثير وأسهل في الحل من الهجرة خارج الوطن. فأنا أعتقد أن تركيا دافعت عن مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي بالدخول إلى داخل سوريا، لكنها في نفس الوقت دافعت وحمت حلفائها أو من تحالفت معهم الأطراف، بعض الأطراف في الجيش الحر، وكذلك صنعت منطقة آمنة في داخل سوريا يستطيع السوري أن يلجأ لها. وطبعا هذا على البعد الاستراتيجي، كما هو مصلحة للسوريين أيضا هو مصلحة لتركيا. فالآن نتكلم عن أعداد كبيرة بالملايين من اللاجئين السوريين في داخل تركيا، أصبحوا يعني اقتصاديا الآن بإمكان أن يعودوا لهذه المناطق، بدأت بعض الأطراف تعود لهذه المناطق. ثمة سؤال كبير ربما تجيبنا عنه في مرحلة متقدمة من الحلقة، هو أنشأت تركيا منطقة آمنة بالقوة بنفسها، لكن مقابل ماذا؟ هذا دعني الآن أذهب إلى بون في ألمانيا مع الأستاذ نبيل شبيب. كيف يمكن تقدير حجم الخسارة التي تلقتها الثورة السورية بفقدها لجيب كبير هو الغوطة الشرقية آخر معاقل الثورة في دمشق؟ ما حجم هذه الخسارة برأيك؟ والتضحية كبيرة والخسارة مؤلمة إلى آخره، ممكن حتى على البعد الاستراتيجي الغوطة تمثل بوابة دمشق، يعني بوابة المعركة الحاسمة في نهاية المطاف، فخسارتها لا شك أنها خسارة كبيرة. ولكن الواقع من كان يتوقع أن هذه الخسارة لن تأتي آجلا أو عاجلا، الواقع كان لا يقدر الوضع العسكري بشكل كافي. الوضع العسكري كان منتظر أن يحدث شيء، يحدث نوع من الانهيار بالناحية العسكرية، ولكن الصمود كان كبيرا جدا مدة 5 سنوات ليست بسيطة. ثم ما ذكره الأخ مضر، والله أعلم إذا سمعت الاسم صحيح، يعني لا شك الواقع أنه أحدث تغييرا في رؤية السوريين ورؤية السوريين لمجرى المعركة. يعني كشفت حادثة الغوطة أو الجزء من الثورة المتعلق بالغوطة كشفت ما لم يكشف من قبل أثناء الثورة منذ 7 سنوات، وأصبح السوريين أكثر تقديرا إلى أن الاعتماد على النفس هو في نهاية المطاف الشيء الذي يجب أن يرجعوا إليه. أما الواقع الأمر الناحية الاستراتيجية، يعني لم ينجح كمان الطرف الآخر بمعنى الكلمة، هم لو استطاعوا أن ينهوا الثورة من السنة الأولى لأنهوها، لو استطاعوا الآن مع سقوط الغوطة أو تقدمهم في الغوطة، لو استطاعوا أن يوجدوا حلا حقيقيا لصالحهم لفعلوا ذلك. هذه الخطوط الفاصلة بين مناطق النفوذ والهيمنة لا تبشر بالاستقرار في الوقت الحاضر، بل هي بداية جولة جديدة من الصراع الدولي والإقليمي، كل من نظرته الخاصة ومطامعه الخاصة على أرض سوريا، لكن ليس من خلال السوريين فقط، وإنما الواقع هناك على ما يبدو احتمال لصدامات مباشرة. ويجب الواقع هنا أن نميز كثيرا، الواقع هناك صراع أقليمي، ولكن التحرك العسكري التركي كما سبق الآن الحديث عنه، الواقع جاء من في البداية من أجل الثورة نفسها، من أجل السوريين، والآن هو يجمع بين محورين في وقت واحد، محور المصلحة الذاتية وهذا مشروع، ومحور أيضا دعم الثورة السورية وهذا مستمر منذ 7 سنوات، ولا شك أنه سيستمر مدة أطول.
انما الواقع الغوطه في يعني الغوطه التراجع في الغوطه تراجع مؤلم جدا على مستوى الثوره، ولكن كان من المتوقع الى حد كبير ان الثوره تفتح بوابه مرحله جديده وليست هي بحد ذاتها التغيير الذي ينتظر من يعني ينتظر شعبيا من خلال الثوره ومن خلال الانتظامات العسكريه. نعم، قريبا من هذا ذهب رضا بودراع، لكن رضا أنت وربما اتفقت بشكل أو بآخر مع النبيل شبيب في ألمانيا، لا يمكن، ثمة من يقول لا يمكن اعتبار السيطرة على الغوطة الشرقية من قبل روسيا والنظام الإيرانيين إنجازا بقدر ما يمكن اعتبارها نتيجة لتفاهم أمريكي روسي حول هذا الأمر. هل هناك لديك ما يدعم هذه الرؤية التي تقول بأن ما حصل في الغوطة هو ثمرة لاتفاق روسي أمريكي في نهاية المطاف؟ لا شك أن هناك اتفاقات وتفاهمات وصفقات في الداخل يسيرون بها الأزمة في الداخل، لكن دعني أقول لك على المستوى العسكري هناك قاعدة أنه قد يكون هناك نصر في معركة تولد خسارة استراتيجية نكراء، وقد يكون هناك انتصار في معركة يولد خسارة استراتيجية، وخسارة في معركة تولد انتصار استراتيجي. فأنك انتصرت في معركة هذا لا يعني أنك كسبت الحرب، ولا يعني أنك ستصل إلى الرؤية النهائية التي دخلت من أجل الصراع، عندك فاينل ستيشن تبعك. يعني هذا التوصيف الدقيق الذي ذكرته كيف يمكن إنزاله إسقاطه على ما حدث؟ أحسن، هذا سؤال جوهري ومركزي الآن فيما يحدث. أولا دعني أقول لك من الناحية من ناحية بعد ثاني في العلوم العسكرية، أنه المنطقة ليس أرض وليست أبنية وليست كتل من الخرسانة وأشرطة من الإسفلت، أهل الغوطة هم أهلها، هم الناس. الذي سقط سقطت أرض، لكن لم يسقط الناس. الناس أثبتوا صمود أسطوري مع يعني العالم كله ضدهم، حصار مطبق لا يداهيه أي حصار، حتى حصار سراييفو ما كان هكذا، ومع ذلك صمدوا تلك السنين. لم يكونوا يريدوا أن يخرجون يعني بحسب، لكن والله شوف أنا بتكلم مع الناس هناك في الداخل، يعني جاءهم الجنرال المفاوض ألكسندر روزين قال لهم بحرف الواحد عندنا الضوء الأخضر، تخرجون أو نبيتكم، ضربناكم بالنابلم، ضربناكم بالكيماوي، هل رأيتم حد في العالم تحرك أو تكلم؟ عندنا خط أخضر وضوء أخضر أنا نضرب، فإما أنكم تخرجوا وإما حنطحنكم معه. المشكلة إيش؟ في التفاوض وفي الضعف وفي الناس وفي التشرذم، معروفة هذا يعني بصمة جيل كامل، وهذا بسبب ارتهان يمكن ربما الفصائل إلى الخارج. نعم. أرجع للمسألة العسكرية، أنه تتفاوض مع دولة راعية مكافئة لأمريكا في سوريا، ودولة ضامنة ضمن الدول الثلاثة الكبرى الضامنة في سوريا، ودولة مصنعة لسلاحها، ودولة تمتلك قرارها، ودولة تمتلك الفيتو، أنك تخرج في مفاوضات بسلاحك ومع شعبك إلى منطقة داخل نفس البلد، أنت ما خرج داخل خارج سوريا، أنت مشروع عودة وبسلاحك وأنقذ أهلك، هذا انتصار استراتيجي. نعم، لكن ربما تكون هذه نظرة متفائلة في الاتفاقات الدولية على تقسيم الحصص في سوريا. خليني أقول لك بس أستاذي، والله لست متفائل، أنا بتكلمك عالم عسكري. نعم، جيب أي جنرال بيحللها على المستوى العسكري صمود أسطوري، ما فيش تفسير عسكري، ليس هناك تفسير عسكري لصمود الغوطة ولا في المفاوضات ولا بمخرجات المفاوضات على ضعفها واللي احنا مش راضين بها واللي قلوبنا منكسر على ذلك، لكن إذا تناولناها عسكريا في المنطقة العسكري لا يفسر. هاي من جهة، من جهة أخرى اللي خرج أولا خرج بسلاحه صح؟ أنقذ حاضنته. اثنين ثلاثة، وين رايح؟ رايح لمناطق فيها ثورة مسلحة. وجزء آخر ربما يتكلم عليه الأستاذ معين بشيء مستفيض، جزء آخر رايح إلى دولة راعية في المنطقة، رايح ربما يكون رأس حربة فعالة ويتمرس أكثر ويتدرب أكثر ويصمد أكثر في عملية غصن الزيتون، عملية منبج ربما قادمة، وعملية درع الفرات. معنى ذلك أن الحالة الثورية الآن كما قلت لك الغوطة نقلت الحالة الثورية من الحالة الفصائلية البسيطة إلى حالة معقدة أكثر مما كانت،
لا تستطيع لا روسيا ولا الأسد ولا إيران بل ولا حتى أمريكا أنها إيش تحسم في المغرب. تستطيع أنها تخلط الأوراق لكنها لا تستطيع الحسم. هذا أيضا نريد أن نبحثه، لكن بعد اسمح لي بعد الفاصل نتوقف مع فاصل قصير ونستأنف الحديث بعدها. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن تطور الصراع الإقليمي والدولي في سوريا. معين، يعني تركيا دخلت عفرين ودخلت تل رفعت ومن قبل ذلك درع الفرات في جرابلس وما حولها، كانت الأمور سهلة نسبيا. الآن كما يقال بدأ الاحتكاك الخشن مع الأمريكيين، الخطة المقبلة هي منبج، وأمريكا رفضت الخروج من منبج وهي تراوغ كثيرا في مسألة إخراج الميليشيات الكردية التي تسيطر على تلك المدينة الاستراتيجية غربي الفرات. السؤال هو على ما يختلف الأتراك والأمريكيون في منبج؟ أولا عملية درع الفرات لم تكن سهلة، بل حتى القيادات التركية وزير الخارجية التركية حتى آخر أسبوع قبل نجاح اقتحام كان يقول أنه في مايو، في نهاية مايو قد نصل إلى النتيجة، لكن واضح أن الإصرار التركي وأداء الجيش الحر، وهنا يعني أعتقد أن تركيا يعني أوفت الجيش الحر حقا أنه كانت الخطاب الرسمي يقدم الجيش الحر حتى على الجيش التركي، أن أداءه في عملية درع الفرات كان أقل أهمية من عملية غصن زيتون، لكن في عملية غصن زيتون كان حتى أردوغان يقول الجيش الحر ومن خلفه الجيش التركي. شوف هذه رسالة واضحة. نعم. أن حساسية المنطقة ليس الحساسية فقط، حتى الانتقال في أداء، لا حتى نتكلم عن حوالي 300 شهيد، لكن في منبج نتكلم عن 300 شهيد من الجيش الحر في عملية درع الفرات. نعم. غصن الزيتون، بينما عن حوالي 50 شهيد من الجيش التركي. هذا واضح أن الجيش الحر هو الذي كان في مقدمة ويقود المعركة. منبج هي منطقة استراتيجية، لكن واضح أن الأداء التركي من بعد درع الفرات بدأ يتغير، والأمريكان يلاحظون ذلك والروس مقتنعين. الأداء العسكري أم السياسي؟ الأداء السياسي والإصرار. الأداء العسكري هو نتيجة قرار سياسي. طيب. هناك واضح أن هناك قرار تركي واضح أنه لن يسمح بالتلاعب بالقرار السياسي في الداخل السوري على حساب المصالح التركية أولا، وعلى حساب الأداء وقيمة تركيا العالمية. الأداء في درع الفرات ثم لحقه غصن زيتون والإصرار رغم التهديد الأمريكي حتى آخر يوم، أنا لن ننسحب، لن نترك عفرين، لن نسمح بالاعتداء على حلفائنا في عفرين. لكن عندما دخلت تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية هي أول من يبيع حلفائه، طالما أنه وجد أن هناك مصالح تهدد يتخلى عن حلفائه. اليوم هناك تسريب لأحد وكالات الأنباء التركية أن هناك اجتماع كان أمس في منبج بين القوات الأمريكية والميليشيات حماية أو ما يسمى بميليشيات الواي باي جي والباي دي الإرهابيتين في منبج، وقالوا أنهم يبدو أن الأمريكان سنصل الاتفاق. الحديث أيضا أمس عن أن هناك يعني جولة مكوكية من الزيارات بين مستشاري الخارجية التركية والمستشاري الخارجية الأمريكية للتوصل لآلية تنفيذ اتفاق، يبدو أنهم وضعوا الخطوط العريضة له وتوافقوا عليه. الناتج قد يكون هو عبارة عن انسحاب لهذه الميليشيات، بقاء لبعض القواعد الأمريكية التي أنشئت في تلك المنطقة، لكن مع دخول القوات التركية والخلاف هنا. سابقاً أنقرة رفضت هذا سابقاً. الآن يبدو لا، الأمريكان الذين رفضوا الخروج تماماً ولا إخراج حتى الميليشيات. أمريكا عرضت على تركيا أن مناصفة أنا في منبج، لكن الأتراك رفضوا. الذي تكلم عنه وزير خارجية تركيا قبل أسبوعين، يوم قبل إقالة تيلرسون، قال أنه توصل اتفاق أو توافق على الأقل يبقي بعض القوات الأمريكية في منبج، لكن مع سيطرة الجيش الحر والجيش التركي. فمباشرة بعد إقالة تيلرسون أصبح الموضوع في مهب ريح. اليوم الأمريكان مع الإصرار التركي واضح الخلاف هو الأمريكان لا يريدون لأي طرف سوى الأطراف التي تراها من وزنها مثل روسيا أن تكون
ند لها في الساحة السورية. مع الأسف الساحة السورية أصبحت ساحة تنافس وساحة إظهار قوة إقليمية على الأقل. نعم. وتركيا تريد أن تكون هي وبدعم ومع دعم حلفائها أن تكون هي على الطاولة لتحمي ما تراه مصلحة سوريا. لذلك لاحظ الأطراف جميعا الأمريكان والروس والإيراني وغيرهم يقبلون بكل الأطراف لتكون على الطاولة، والحديث عن فيدرالية وغيرها، حتى أن الروس حاولوا كتاب الدستور. نعم. لتركيا لسوريا عفوا المقبلة. إلا تركيا كانت تتكلم حتى اللحظة رغم خلافها الشديد مع الأسد، كانت تقول إذا اضطرنا أن نجلس مع أسد لصالح أن تبقى سوريا موحدة دون أن تقسم كما يريد بعض الأطراف، وهي تقصد هنا الأمريكان. الخلاف الرئيسي هو أن تكون للأطراف التي تدعمها تركيا وهم الثورة السورية والجيش الحر أن يكون لهم دور. يعني على يعني خلاف الأمريكيين والأتراك في منبج خلاف استراتيجي أم تكتيكي؟ لا استراتيجي. استراتيجي. طيب. تركيا تريد أن تدخل هذه الساحة لأن تعلم أن حلفائها الذين وضعوا عليها بعض الأمل. نعم. لا تريد أن تتركهم مكشوفي الظهر هنا، وكذلك لا تريد لتركيا أن تصبح على حدودها. نعم. دويلة مصطنعة من كيانات إرهابية تهدد أمنها القومي وتشكل خطر عليها على البعد الاستراتيجي. قريبا من هذا الكلام أريد أن أسمع نبيل في بون، يعني غصن الزيتون والسيطرة على عفرين ومن ثم تل رفعت والتمدد شرقا بالنسبة لتركيا والجيش الحر، في حساب الموازين، في حساب الخسائر والأرباح، إلى أي درى إلى أي مدى ترى أن هذا مكسبا للثورة السورية أم أنه زيادة في تعقيد المشهد الإقليمي والدولي داخل في الداخل السوري؟ يعني هناك أمران مرتبطان بتركيا والتحرك التركي بصورة خاصة. نعم. الأمر الأول أن الطرف الوحيد من هذه القوى الدولية والإقليمية الذي يتحرك جنبا إلى جنب مع قوى ثورية يثق فيها السوريون عموما الواقع هو الجانب التركي، هو الطرف التركي، هم الذين يتحركون مع الجيش الحر أي مع الفصائل التي إلى حد ما تمتلك ثقة كبيرة على المستوى السوري الداخلي، وهي التي ما تزال ارتباطها بالثورة مباشرة أكبر من ارتباطها بممول أو بحليف أو بكذا كما قيل عن الفصائل الأخرى. هذا جانب، والجانب الآخر الواقع تركيا لم تعد دولة إقليمية بسيطة، لم تعد مجرد دولة تتحرك كما يسمح لها من جانب القوى الدولية، إنما أصبح لها قوة يحسب حسابها ليس من الجانب العسكري فقط، العسكري والسياسي والاقتصادي. نعم. يعني أستاذ نبيل، يعني ربما يعني أترك المجال أكثر لمعين يتحدث عن الجانب التركي، لكن في حساب الموازين الخسائر والأرباح، هل الثورة السورية في حالة تحصيل مكاسب أم أنها ليست هناك مكاسب وإنما تعقد أكثر في المشهد داخل سوريا الدولي والإقليمي؟ لا، التعقد أكبر الواقع إلى حد كبير. هذا يعني تتصل به الثورة السورية من البداية. من البداية كان هناك تعقيدات في العلاقات الدولية، كان هناك من يدعي النصرة ولا ينصر، أصدقاء سوريا لا ينصرون إلى آخره، الدخول إلى الحلبة بشكل مباشر بالبداية إيران عندما كاد أن يسقط نظام الأسد، ثم دخول يعني كل هذه تعقيدات الواقع متوالية، والوجود التركي الواقع هو النقطة الوحيدة التي لا تزال إلى حد كبير إلى جانب الثورة تدافع عن السوريين كما تدافع عن المصالح التركية في وقت واحد. فهذا ليس تعقيدا وإنما هو دعم للتحرك الثوري الآن، احتضان الواقع الذين خرجوا من الغوطة كما طيب. قال دعم للتحرك هو الواقع، دعم كبير، دعم للتحرك الثوري. لكن إذا جاءك ومن قال لك بأن هذه الفصائل الثورية هي في النهاية يعني تخلت عن قرارها الذاتي وصارت تدور في الفلك المصلحة التركية، فماذا أنت تجيبه؟ يعني المصلحة للجانبين، فعندما تتحرك بمصلحة الثورة السورية وبالمصلحة التركية. الذين كانوا يتحركون مع الفصائل الواقع من القوى الأخرى تتحرك خدمة لمصالحهم في الدرجة الأولى، أو يجبرونها على ذلك، يمنعون عنها السلاح إن لم تتحرك بما يحقق مصالحهم. يعني لو أردنا الواقع، أي جهة من الجهات الأمريكية أو الأوروبية عندما كانت تشترط على بعض الفصائل أن تتحرك تحت خطوط الحمر وخطوط الخضر على الأرض وسواها، هذا نعرفه الواقع من مجرى السنوات السبع الماضية. بينما تركيا إلى حد ما جمعت ما بين المصلحة التركية والمصلحة الثورية السورية، هناك الواقع من مصلحة هيمنة في الدرجة الأولى ليس أكثر، أما هنا الواقع مصلحة دفاع مشروع عن النفس تجاه جماعات إرهابية
لا نقول الواقع جميع الأكراد، إنما فريق من الأكراد اختار المضي الواقع مع أمريكا إلى حد كبير على حساب الأكراد الآخرين وعلى حساب العرب والأتراك في وقت واحد. نعم. الفارق كبير بين الواقع والتعاون المصلحي بين الطرفين. نعم رضا، يعني ذكرت قبل قليل بأن أصحاب المصالح الإقليمية والدولية نقاط التماس بينهم تزداد سخونة. السؤال الذي ينبني على هذا التحليل وهذا الكلام، ما المسار الذي يتجه إليه التنافس الدولي والإقليمي في هذه الأرض؟ نعم، هو تقريبا على ثلاث مستويات، مستوى دولي إقليمي وداخلي. على المستوى الداخلي سوف يتجه السوريون إلى خيارات تتجاوز المرحلة الفصائلية بكل بساطة. سوف تتولى المناطق حماية نفسها، إعادة رسكلة وهيكلة نفسها، لكن برعاية خارجية. سوف يكون الأمر تحديد الاختراق تكلم. عفوا، سوف يكون تحديد الاختراق ودور الممول والتدخلات في صياغة الكتل المقاتلة أقل بكثير جدا مما كانت عليه المرحلة الأولى، المرحلة الفصائلية. لماذا؟ لماذا؟ لأن أولا الآن بدأ النظام أو بدأت القوى تنظر أنها بدأت تحقق مكاسب وهي في مرحلة رسم الحدود. فالعناصر الدائمة التي كانت في مرحلة الفصائلية وتأجيج الصراع نلاحظ أنها تقريبا كلها تراجعت، والدعم من الخارج من السعودية من الإمارات من دول أخرى وكذا كله تراجع، ومنهم من حتى توقف تماما. هذا يدل أن خيارات الثورة سوف تعتمد على المقدرات الداخلية، هذا أكبر مؤشر. المؤشر الثاني هي الخيبة النفسية من كل المجتمع الدولي، من كل الممولين، من كل الدعماء، من كل أصدقاء سوريا، سوف بالضرورة يقود إلى مقدرات ذاتية من الداخل. هذا سوف يصنع حالة جديدة لم تعهدها الساحة السورية، وهذا سوف نراه قريبا. يعني الشيء الثاني على المستوى الإقليمي، لابد أن نكون دقيقين ولا نخلط طبيعة الثورة السورية مع طبيعة إن صح التعبير الثورة التركية الناعمة، وبدأت تنتقل حرارة الثورة السورية إلى الثورة الناعمة التركية. الثورة الناعمة أم القوة الناعمة؟ لا هي ثورة ناعمة. نعم. انقلاب 15 تموز، يعني فيه مواجهة كبيرة، نحن ربما لم تخرج إلى العالم. طيب. بشكل صراع. طيب. لكن هو صراع محتدم، اللي عايش في تركيا بيشوفها، اللي بتابع بيشوفها. لكن ما أريد أن أركز عليه الخطر الكبير في مدخلات ربما تهددنا في مخرجاتنا الاستراتيجية، أننا نحكم طبيعة الثورة السورية بنفس طبيعة وضرورات الثورة التركية أو الحراك التركي أو التحرك التركي. الثورة السورية ثورة خارج النظم، الثورة التركية أو الحراك التركي من داخل المنظومة الدولية، بمعنى له ضروراته، له سقوفه، له هوامشه، له صفقاته. لما يأتيك التركي أنت كسوري بيقول لك أنا أؤمن لك شيء، أدعمك، في المقابل أريد شيء، بكل براغماتية، حقه وارد ولا نلوم على ذلك، شيء طبيعي. ثانيا في المقابل لابد أن نشجع الإنسان السوري أنه يتعامل أيضا بكل براغماتية. نعم أقدم لك كذا، أكون رأس حربة في عفرين في كذا، مقابل ماذا؟ فهمت علي؟ هي واحدة. الشيء الثاني أن الأتراك كانوا صادقين جدا، بس الوهم العربي هو المشكلة الآن. الأتراك بيقول لك أنا عندي هوامش، عندي سقوف أدعمك فيها، بعدين عندي كابح استراتيجي متعلق بسقوف المنظومة التي أنتم إليها، فأنت خارج المنظومة باعتبارك ثورة خارج المنظومة، قم بدورك. مشكلة الاختلال الداخلي وكذا عندك ما تحسبني عليها، أنا سأحقق لك هامش انطلاقة في السقوف التي عندي في ضمن الاتفاقات والصفقات التي تمت، ربما منطقة مقابل منطقة، شريط مقابل شريط، وهذا كائن تفاصيله ليس عندنا لكن هو واضح على الخرائط. في النهاية ماذا يجب؟ أنت كسوري تستغل الانتقال إلى مرحلة ثانية، والعنصر التركي بيقول بكل صراحة أنا بدعمك لكن بسقوفي، فأنت استغلها لكي تؤطر حالة ثورية جديدة في الهامش خارج النظم، وحتساعده بالمناسبة، وبالتالي تخدم الثورة الأخرى. فإذا جمعناهم بنفس المدخلات ونفس المخرجات حندخل في الحيط، وحنخسر بعضنا البعض، وحتخسر الثورة السورية الدعم التركي والعكس. ما أريد أن أصل إليه أنه لابد أن نكون عندنا تشخيص دقيق جدا للمرحلة القادمة، وإلا ما حنستطيع بلوغ الرؤية والاستراتيجية. نعم، نقاط مهمة أشار إليها. يعني السوريون ينظرون إلى تركيا على أنها إما فصيل ثوري متحالف مع بعض الفصائل ضد فصائل أخرى، أو على أنها ميليشيا متحالفة مع النظام. خلاف هذه النظرة أبعد وأوسع بكثير،
تركيا في سوريا كل يوم تقترب من موسكو بقدر مساوي له تبتعد عن واشنطن. استراتيجيا ماذا يمكن أن يقرأ في هذا؟ أولا بالفعل هو ليس مع الأسف ليس الثورة السورية أو الثوار في سوريا، لكن الكثير في العالم العربي، إما أن تكون تركيا معي وتعمل ضمن منظومة حتى التنظيمية الصغيرة الخاصة، أو هي عدو وهي خائن وخارج عن كل المبادئ المشكلة تركيا دولة، تركيا دولة لها مصالحها ولديها مخاوفها، اقترابها من روسيا، بعدها عن واشنطن، بعدها عن واشنطن عن روسيا في مرحلة مراحل، ومحاولة التقارب مع الاتحاد الأوروبي، كلها هذه دوافع نتاج ضغط تشعر فيه بتهديد. تركيا عندما متى اقتربت من موسكو؟ عندما وجدت أن أوروبا بدأت تتخلى عنها وتركتها عارية الظهر، عندما سحبت كل مضادات الباتريوت عن الحدود التركية ولتقول لداعش والنظام اضربوا ما تشاءون، فعندها اقتربت تركيا من روسيا وأعادت المصالحة. واضح جدا أن البعد في هذا الأمر هو مصلحة تركيا أولا قبل كل شيء، يعني لا يمكن أن نطلب من تركيا أن تكون تضع مصالح الثورات أو حتى مصالح أي دولة أو أي منظومة أو أي تنظيم عربي أو غير عربي أو حتى أي ثورة في أي مال حتى الثورة السورية قبل مصالحها كدولة. هي دولة مسؤولة أولا عن حماية مصالحها وحماية شعوبها وحماية، لكن التقارب الواضح والبعد والتقارب بين روسيا وواشنطن هو ليس قطعي هنا بالمناسبة. واضح أن تركيا وروسيا وأمريكا يعلمون أن ثلاثتهم في 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 خانة واحدة يتعاركون على نفس الكعكة كما يقولون. تركيا تعلم أن روسيا الآن هناك خلاف شديد بين البلوك الروسي الذي بدأ يكبر في حالة من الحالات أمام البلوك الغربي الذي تريد أمريكا كما نرى تدعم فيه الاتحاد الأوروبي حتى تشكل تيار تعيد مرة أخرى تيار الغربي أو البلوك الغربي في واجهة. وتركيا ترى أن وجودها الآن في المنتصف، ونلاحظ بالمناسبة تركيا لا تعادي أمريكا بشكل مطلق ولا تحالف روسيا بشكل مطلق، لكنها تلعب على مصلح على 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 التناقض بين الطرفين لتاخذ اكبر قدر من المصالح. لكن ثمة من يقول لك ان فلاديمير بوتين الرئيس الروسي هو استدرج تركيا الى الحرب في سوريا لكي تكون كرة الثلج في مواجهة النفوذ الامريكي المتصاعد في البلاد. وماذا كان يفعل الامريكان لو لم تدخل؟ ماذا نتكلم بالاتجاه الاخر، ماذا كان يفعل الامريكان؟ او الامريكان اوصلوا داعش واوصلوا الميليشيات المعادية التي تطالب باقتطاع اجزاء من تركيا لصالح دويلة شريطية. يعني إذا كان هذا استدراج من بوتين فالأمريكان لم يستدرجوا بل نفذوا وبدأوا بالحرب وأوصل النيران لداخل بيت التركي. لذلك أنا أعتقد أن الأمر ليس بهذه الحدية، إما عدو مطلق أو صديق مطلق. في السياسة كما نعلم لا يوجد هناك عداء مطلق ولا صداقة مطلقة ولا حلف مطلق، هناك مصالح يتفق عليها الأطراف حينما تلتق مصالحهم أو يختلف عندما تختلف مصالحهم. الأمريكان الآن يرون في تركيا قوة صاعدة بدأت تخرج، لا أقول خرجت بل ما زالت لديها حدود وسقوف محددة، لكن بتحاول قدر المستطاع أن ترفع من هذا السقف المحدد لها وباستخدام العلاقة التركية الروسية. العلاقة التركية الروسية لم تمنع تركيا بالمناسبة من دعم الثوار الذين تعتبرهم روسيا أعداء لحليف الاستراتيجي أو حليف الأهم وهو النظام في سوريا، لكن واضح أن الكل يغمض عينيه عن بعض مما عند الآخر لكي يكسب الأكبر جزء من المصالح المشتركة. السقوف التركية أريد أن أبحثها معك لكن بعد الفاصل، فاصل الأخير، ومن ثم نستكمل حوارنا. أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم الذي نبحث فيه مستقبل الصراع الدولي في سوريا. أذهب إلى بون. نبيل، التنافس الروسي الأمريكي التركي الإيراني وما وراءهم في سوريا، يعني هل برأيك الثورة السورية تملك فرصة حقيقية وإمكانية للإفادة من هذا التنافس بين هذه الدول في سوريا؟ الثورة الواقع لم تفقد الفرصة حتى تمتلكها من جديد، ولا تمتلكها فقط من خلال هذا التنافس. هي الواقع يجب أن يكون هناك رؤية استراتيجية كافية من أجل الاستفادة من الأوضاع على تقلبها بين مرحلة وأخرى. ولكن ما هي الثورة السورية؟ يجب الواقع أن نقف قليلا ونميز ما بين ما سمي معارضة، ما هناك القيادات الفصائلية، هناك النخب، هناك الجيل الذي صنع هذه الثورة وما زال مستمرا فيها ولا يريد التخلي عنها،
وأيضا يجب أن نميز ما بين الواجبات الفورية العاجلة التي تحتاج على المستوى الإنساني الدعم الفوري، تحتاج إلى إيواء المهجرين والمشردين، وبين العمل الواقع اللي أشار إليه الأخ رضا في قضية الواقع، العمل العسكري أن يحيا من جديد، لا سيما أن الفرصة الآن مواتية، يمكن للفصائل الآن أن تستفيد من تواجدها على مقربة من بعضها البعض وفي جوار الداعم التركي من أجل الواقع بداية جديدة تتحرك فيها من جديد. ولكن يجب في الوقت نفسه أن ننظر لكن الدعم التركي أستاذ نبيل، الدعم التركي ليس حرا في قراره فيما يتعلق بالثورة السورية، هناك ارتباطات واتفاقات وضامن في موقع ومتفق مع الأمريكيين في موقع آخر، يعني ليس حرا في مسألة الثورة السورية الأتراك. لا يوجد أي جهة من الجهة حرة 100% بهذا الرؤية المطلقة، إنما الواقع هناك حرية هامش كافي صنعه الجانب التركي، يعني صنعته تركيا بشكل مباشر من خلال الواقع، تحركها سياسيا واقتصاديا وعسكريا واستفادتها من واقع العلاقات الدولية المتأزمة، الصراع ما بين روسيا وأمريكا على سبيل المثال، استطاعت أن تستفيد من ذلك من أجل أن تصنع شيئا على الأرض، وهي قادرة على أن تصنع بالنسبة للثورة أكثر من سواها. فبهذا الإطار الواقع، لكن هناك أيضا العمل البعيد المدى الذي يجب أن ننظر إليه، وهو ما يحتاج إلى رؤية استراتيجية وليس مجرد التحرك كردود فعل على التحرك التركي أو الأمريكي أو الروسي أو الصراع على النفوذ في بلادي. نعم، سأبذل جهدي للعودة إلى الختام معك أستاذ نبيل رضا، ونرجو الاختصار البقية القليل من الوقت في قراءتك للتفاعلات السياسية، هل تتجه الأزمة في سوريا إلى تفكيك هذه التعقيدات أم أن لديك من المؤشرات ما يوحي بأن الأمور تزداد تعقيدا في المرحلة المقبلة؟ لا بالعكس، هي أصلا في الانسداد، لا يوجد هناك حل بالنسبة للمنظومة الدولية والقوة، حتى ولو أنها تموضعت على الأرض ليس لديها هناك حل نهائي. في النهاية الحدود ترسم بالدم، خط الحدود يرسمه قدم آخر جندي كما يقولون في العلوم العسكرية. فأريد أن أركز على شيئين اثنين. نعم. طبيعة المرحلة القادمة متعلقة بالإنسان السوري تحديدا وليس بالخيارات الدولية. الإنسان السوري سوف عليه أن يسترجع حرفين، كلمة لا، عليه أن يتعلم أن يقول لا للروس، عليه أن يتعلم أن يقول لا للأمريكان، عليه أن يتعلم أن يقول للأتراك يعني. وعليه أيضا على مستوى السياسة الدولية أن يتعلم ثلاثة أحرف كفى، أو على مستوى الداخلية ثلاثة أحرف كفى، كفى للفصائلية، كفى للتشرذم، كفى لعدم إعطاء أولوية لقيمة الإنسان السوري. نعم. يعني لابد أن يسترجع في النهاية قراراته الاستراتيجية، هي واحدة. الشيء الثاني وهو يعني بالغ الأهمية، نعم، أنه أكبر خيار ولا يعني الخيار الاستراتيجي الذي يجب على الإنسان السوري أن يأخذه، وربما يبدو هذا الكلام غريبا، هو أنه يصبر على إطالة عمر الصراع، وإن استطاع هو أن يطيل عمر الصراع فليفعل في مصلحته، ليس من مصلحته الآن أن يحسم، لأنه لا يملك أوراق التفاوض. نعم. ليس عنده أوراق تساعده في قدراته التفاوضية. الآن بعد الغوطة أصبح يمتلكها، أصبحت كتل تستطيع، مقاتلة متمرسة جدا تستطيع أن تتكتل في عمل موحد. أصبح هناك شتات سوري 12 مليون اكتسب يعني مع يعني اكتسب كتلة معرفية وكتلة مالية أو قدرات مالية بحيث أنه يستطيع أن يمول حالة ثورية حالية. نعم. نعم. وخبرات إدارية. وخبرات إدارية. لكن لو أذنت لي يعني أدركنا الوقت، تفضل. أريد أن أنتقل إلى معن بعد إذنك، يعني معن يعني عندما يقول الرئيس أردوغان بأن معين عفوا نريد أن نتمدد إلى حدود العراق، هل هذا كلام رفع السقف يراد منه تحصيل ما هو دون ذلك، أم أن الإدارة التركية لديها توجه حقيقي للذهاب؟ هذا الكلام منذ البداية، تركيا على الأقل تريد أن تقطع العلاقة أو العلاقة الجغرافية بين، نعم، الكنتون الذي تتحكم فيه الميليشيات التابعة لأمريكا المسمى ميليشيات حماية الشعوب وحدود العراق، حتى لا يمكن وصل، يكون هناك حاجز جغرافي بين هذا التكتل وهو سد نهر الفرات، من نهر الفرات حتى حدود العراق لا يريد لبقاء، لأنه بالفعل هذه المنطقة هناك فيها أغلبية عربية، هناك محاولة وكانت محاولة خطيرة لحرق، حتى بالمناسبة تم حرق بعض، لكن هذا مواجهة مع أمريكا يعني. لا أمريكا الآن بدأت يبدو أنها قد تصل لتفاهم، أمريكا كما ذكرت لك، وأمريكا التي تعاملت برفع السقف حتى تأخذ أقل. مقابل ماذا؟ تفهم مقابل ماذا؟
أمريكا تريد أن تأخذ العشرة مقابل أن تعطي التسعة، هذه هي سياستها. تخيل أنت لو تركيا رفضت مصلحة مصلحة تركيا وتركت ووضعت تركيا في مكرهة لتدعم الثورة بما تشاء دون حدود، عندها ستقع في مشكلة كبيرة. تركيا تريد، أمريكا تريد لتركيا أن تكون منضبطة تحت سقفها، لكن حتى لو حاولت تركيا أن ترفع السقف أن ترفعه بما يقبل أمريكيا، لا أن ترفعه بشكل لا يقبل، لا يمكن ضبط وسيطر عليه. إذا انفجرت هذه، إذا انفجر هذا السقف، فأمريكا ستجد نفسها في حالة أصعب مما هي عليه الآن. الموضوع الكانتون يبدو أن أمريكا عولت على حليف محلي، عفوا سريعا، حليف محلي، لكنها عند أول مواجهة اكتشفت أن هذا الحليف أضعف من أن يكون في مواجهة تركيا. أشكرك جدا. يعني في الختام مع نبيل شبيب، ما هو دور، بدقيقة من فضلك، ما دور السوريين من كل ما يحدث الآن في الداخل السوري؟ يا أخي، الإنسان الذي صنع هذه الثورة هو الإنسان السوري، وصنعها الواقع في ظروف صعبة جدا، مر عشرات السنين وهو تحت الاستبداد والفساد، وهذا الإنسان صنعته الثورة من أجل أن تعلم كثيرا فيها، واستطاع الآن أن يتحرك حركة إلى الأمام بعيدة المدى، فيمكن أن يفتح الواقع بوابة جديدة لمراحل مقبلة من عجل التغيير. الثورة ليست هي التغيير، الثورة هي البوابة لهذا التغيير. أصاب وأخطأ ولكن تعلم كثيرا، وفي اعتقادي بأن هناك فرصة كبيرة الآن من أجل التحرك في مراحل متتالية حتى ينال الواقع أهدافه. نعم. المشروعة والأهداف الجليلة التي يتطلع إليها الإنسان السوري، فهو موجود وسيوجد في المستقبل المنظور أيضا. نعم. بشكل ملحوظ. ربما الزمن يجيب على هذا السؤال في سياق الدورة التاريخية التي تحتاجها الشعوب. أشكركم ضيوفي الكرام في ختام هذه الحلقة. أشكر ضيوفي معين نعيم الباحث في الشأن التركي، ورضا بودراع الباحث السياسي، وعبر سكايب كان معنا من بون نبيل شبيب الكاتب الصحفي. شكرا لكم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة. إلى لقاء مقبل.